خلي اللي في صدرك في صدرك، ولا اذا طلعت شيئا من اللي في صدرك تطلع الباقي. احنا نسالك نقول لك من، ما راح اقول لك من اللي ما تحبه، من اعز ثمانيه عندك من ال 16 الباقي؟ يلا اعز ثمانيه من ال 16 الباقي. ايه عبد سلطان السمي. عدوا معي يا جمهور، عدوا معي. سلطان السمي. ايه طبعا عجيان هذا خاصين منه، ولا اذكر عجيان الاول؟ كيف اللي تبيه اللي تبيه. عجيان المري رقم اثنين. ها سلطان السمي حلو. عبد الرحمن بن خاشمان حلو. حاتم الحربي حلو. خالد عبيد حلو. سيف الهاجري حلو. هباس حلو. راح توقف عند ثمانية ترى. راح اوقف لك عند ثمانية تقريبا، ثمانية ترى. خالد الروق اتوقع انهم ثمانية. اصبر دقيقة لاني انا راح اعده بكل صراحة. اللي انا احبه اقرب ثمانية اللي انا يعقب، الباقيين انا ما اكرههم بس اقرب ثمانية. حلو. خلصنا. نواف الأكلبي. حلو. يعني خالد الروقي ما معاهم، توقعت انه معاهم على انه اكثر يعني حوارات جيده. خلاص احنا زين طلعنا منك باجابه، والاجابه هذه برضو تدينك عقاب للاسف، لانك لو كنت صادق ايضا واستمريت على ما انت عليه قلت كلهم ما اقدر اعدد لك الثمانيه، 16 كلهم غاليين عندي، لكن اعذرني هذا فخ. خلاص ما كنت يعني هذه اجابه، ما كنت حريص اني اطلع. هذه الفخ كلمه اللي ما تقبلتها. عرفت جمهورنا العزيز الثمانيه الباقيين اللي عقاب ما ذكرهم، لا تصممون عقاب معهم ابدا عشان ما تجرحون مشاعره ويكب العشاء الباقي. ختم مع عقاب. عقاب عقاب شكرا لك. تمام. المجموعتين اللي ذكرناهم ثلاث مجموعات.